ازيكم يا كي جي 2، عاملين ايه؟ النهارده كي جي 2 هنفتح كتاب تواصل حرف الذال. هناخد النهارده في كتاب تواصل حرف الذال. يلا نشاط معايا. نشاط واحد، استمع وانطق ولون. طبعا النشاط ده احنا حفظناه كي جي 2، بنحبه جدا. ده حرف الذال عندنا كي جي 2، واحنا هنلون حرف الذال اللي موجود في الشجر بتاع الذره. يلا نشوف نشاط 2. نشاط 2، ضع علامة صح عند صوت الذال. ضع علامة صح عند صوت الذال. يلا نشوف الصور اللي عطاها لنا كده كي جي 2. صورة ايه دي؟ جذر. صورة جذر. ها، فيها حرف الذال؟ اه فيها طبعا حرف الذال. صورة ايه دي كي جي 2؟ ذرة. ذرة فيها حرف الذال، حط عليها علامة صح. عصفور، فيها حرف الذال؟ لا ما فيهاش. ذبابة، ذبابة طبعا فيها حرف الذال. نشاط 3، صل الحرف المناسب. يلا كي جي 2، اعطينا الحركات الثلاثة. ذال قصر ذي، ذال ضم ذو، ذال فتحة ذال. يلا ذي، ها هنوصلها بإيه كي جي 2؟ ذي ذي إيه؟ ها برافو، ذراع. وإيه كمان؟ ها ذئب. يبقى ذي ذي ذراع ذئب. طب ذيل دم ذو، ذو ذو ايه؟ ها ذبابة. برافو. وايه كمان يا كي جي 2؟ وذرة. طب ذا ذا ذا، ضخم. ها ذيل. برافو يا كي جي 2. نشاط 4، ارسم وعبر عن الصوت. اعطيني ذال فتحة ذال. ها عايزني ارسم صورة بتعبر عن حرف الذال. صورة ايه؟ ذا ذا ايه؟ ذا ذا ذيل. ممكن نرسم ذيل. انا بعرفش ارسم ذيل يا كي جي 2، انتوا اكيد هترسموا احلى مني. ذي ذي ذي. طيب ممكن نرسم ذو ذو ايه؟ ذرة. ذو ذو ذرة. ممكن نرسم ذي ذي ايه؟ ها ذراع. ذي ذي ذراع. طبعا انتوا كي جي 2 هترسموا باحسن مني وتلونوا احسن مني. نشاط 5، حدد الصور المتشابهة في الصوت. في صوت الحرف، حدد الصور المتشابهة في صوت ايه؟ الحرف. يلا كي جي 2 شوفوا، عطينا ايه؟ عطينا حركات حرف الذال. ذي وذو وذا. طيب عايزين نعرف بقى كي جي 2، مين هياخد ذا الكسرة؟ مين هياخد ذا الكسرة؟ ذي ذي ايه؟ برافو، ذي ذي ذراع. ها ايه تاني؟ وذئب. يبقى ذي ذي ذراع وذي ذي ذئب. طيب ذا الضمة؟ ذو 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 ذرة وذو ذو ذبابة.
ألف ودال فتحة، ز د ذهب، ز د ضحك، ز د زيت. نشاط ستة. ضع دائرة حول حرف الدال. عذب، هنحط دائرة على حرف الدال في وسط الكلمة. دايل، الدال في أول الكلمة، حط عليها إيه؟ سيركل. حذاء، الدال المبدئية إيه؟ وسط الكلمة. ذرة، الدال أول الكلمة. معاد، الدال إيه؟ آخر الكلمة. جرد، الدال آخر إيه؟ الكلمة. لما النشاط اللي بعد الكي جي 2، نشاط سبعة. نشاط سبعة، اكتب. هنكتب حرف الذال بحركاتها، ذال فتحة، ذال قطرة، ذال ضمة. هنكتبها ايه في الحركات بتاعتها في مكان المؤدي كي جي 2. ده طبعا هوم ورك ايه علينا. يلا النشاط اللي بعده، نشاط تمانية، اكتب الحرف الاول مع الضبط. اكتب الحرف الاول مع الضبط. ها اول واحد ايه كي جي 2؟ اول سورة دي سورة ايه؟ ها احنا شاطرين. برافو. سورة ايه؟ ذئب. سورة ذئب، يبقى ذال ايه؟ ذال كثرة. ذئب. طيب السورة اللي بعديها ايه؟ ذرة. برافو. ذرة. طب ايه هتبتدي ايه بحرف الايه؟ بالذال ضمة، بذرة. الحرف اللي بعد السورة اللي بعد كده ايه؟ زي. ذا زي. ها ذال فتحة، يبقى ذال فتحة زي. ذال كسرة ذئب. ذال ضمة ذرة. يلا النشاط تسعة، اكتب الكلمات التي رأيتها. هو دلوقتي عطينا صورة ايه؟ عطينا صورة زقوم، وعايزنا نكتب الكلمة ايه؟ اللي انا ايه؟ شفتها. طبعا انا شايف كلمة زقوم، تعالي ندور على حروف كلمة زقوم كده في اللي هو عطاهولنا. ذا، حرف الذال. دق، حرف القاف. ها يلا اكتشفتوا، معلش الفتحة على الايه؟ على الذال مش القاف. الفتحة على الذال مش القاف. دق، ضحن، حرف النون. يبقى الذال والقاف والنون عملوا كلمة ايه؟ ضحن، عملوا كلمة ضحن. دي سورة ايه؟ سورة أذن. يبقى أنا هبحث في الحروف دي عن ايه؟ عن الحروف اللي هتكمل لي كلمة أذن. فاكرين كلمتين ما كنا بناخده؟ كلمة أذن، ألف دال نون أذن، ألف دال نون أذن، ألف ذال أذن. ها أذن، ذال ضمة. أذنون أذن، أذنون أذن. كده احنا خلصنا حرف الذال كي جي 2. أشوفكم بقى إن شاء الله كي جي 2 الحصة الجاية بإذن الله. باي باي كي جي 2، هتوحشونا.